السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات جي سان ديزاينز، ودي سلسلة عيشة تفاؤل. لو ما شفتش الانترو او انت جديد في القناة، تابع اللينك هيكون موجود في اي مكان عندي هنا في الشاشة. سؤال النهاردة كان جالي برضو وتكرر كتير جدا، كان حد بيقول المشكلة عندي او اجيب افكار جديدة ازاي؟ انا كمصمم جرافيك، او حد قال لي سؤال كان كلاتي عندي، قال الفكره صعبه جدا، يعني سهل نتعلم برنامج، سهل نتعلم حاجه معينه، ولكن الفكره صعبه، اجيب افكار جديده منين؟ اول حاجه قبل ما ابدا اجاوب على السؤال دوت، في حاجه مهمه جدا ناس كتير مش واخده بالها من الموضوع ده. الحاجه دي عباره عن ايه؟ لازم تسال نفسك سؤال مهم جدا جدا جدا، انت مصمم جرافيك ولا مستخدم برامج؟ بمعنى ايه؟ مستخدم البرامج اللي هو حد بيكون اتعلم برامج كتير جدا في المجال اللي احنا فيه، يعني مجال الجرافيك ديزاين، في ناس بتلاقيها اتعلمت حاجات كتير جدا زي الفوتوشوب او الالستريتور أو أو, او او اي برنامج من البرامج دي كلها، ولكن بتلاقي مفيش عنده افكار، يعني اتعلم البرنامج عارف البرنامج من الالف للياء بس مفيش افكار جديده. فده انا بسميه مستخدم برنامج مش مصمم جرافيك، لان الفرق بين مستخدم البرنامج او مصمم جرافيك، مصمم جرافيك بيكون عارف البرامج كلها ان اند اوت، عارف كل البرامج بتاعتها باستخداماتها من الالف للياء، وما بالاضافه لده بيكون عنده افكار، لان ده اللي بيعمل لك بيفرقك عن الشخص اللي هو مستخدم البرنامج. فانت لازم تسال نفسك السؤال دوت، زي ما قلت مهم جدا جدا جدا، اقعد مع نفسك واسال هل انا مستخدم برنامج او انا مصمم جرافيك. فلو جيت للاجابه للموضوع دوت هيبقى عندك الموضوع بسيط جدا، او هتفهم انت فين من الموضوع ده، تمام؟ لو انت مستخدم برامج، او انا خليني اعملها زي كاتيجوري يعني او اقسام، مثلا لو انت من نوع او الناس اللي هي مستخدم برنامج، انا اتعلمت كل حاجه، اتعلمت البرنامج وتعلمت كذا، بس هنا ابيض مفيش افكار، اعمل ايه بقى؟ الفكره هنا دلوقتي لو انت من الناس دول، لازم انت تعمل تغذيه بصريه كتير جدا 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 جدا. تغذيه بصريه زي ما قلنا قبل كده، في كذا طريقه انك تعمل تغذيه بصريه، عندك في مواقع زي البيهانس ذكرت ده قبل كده، في عندك مواقع كتير جدا تقدر تشوفها، شوف شغل الناس، اتعملت شغل قبل كده ناس محترفه وحاجات من دي، ده انك مرن عينك، يعني اتفرج على حاجات كتير واعمل حاجات كتير واتفرج على كل الشغل بتاع الناس دي كلها. الحاجه الثانيه برضه اعمل كونكشن ما بينك وبين الجو اللي انت فيه او المكان اللي انت عايش فيه، بمعنى اعمل اتصال، يعني مثلا انا دلوقتي في مكان زي دوت، ابدا انك تتفقد كل حاجه حواليك دلوقتي، استغل كل حاجه، شوف الالوان، شوف كذا شوف كذا، ومن رؤيتك للحاجات دي كلها تقدر تطلع بافكار جديده جميله جدا جدا جدا، لان كل حاجه بتيجي او كل افكار بتيجي جديده بتيجي موجوده في حياتنا، يعني موجوده حوالينا. ودايما خلي عندك زي ما قلت في عندك سكتش او بوك تعمل فيه افكارك، يعني جالك فكره مثلا، لو نتكلم عن لوجوز مثلا، ان اللوجوز دي بيكون عاده اصعب حاجه انك تيجي فكره ليها او من الحاجات الصعبه جدا، عندك لوجو او فكره معينه للوجو، اول حاجه ان انت عاوز تعملها، لو تعمل لوجو دايما لعميل، لازم تقعد تتكلم مع العميل بتاعك، افهم البيزنس بتاعه بالظبط، يعني افهم مين الاودينس بتاعه، مين الناس اللي هي مهتمه بالمجال دوت، عشان تقدر توصل لنتيجة ترضي العميل بتاعك او تيجي بفكرة من كلام العميل. والحاجة التانية برضو زي ما قلت، ركز قوي في الطبيعة اللي حواليك، يعني اطلع برا شوف حاجة، خد بيكتشر، يعني خد صور بالتليفون بتاعك، اعمل سكتش في البوك عندك، ودايما ما تنطش على الكمبيوتر على طول، يعني انت مثلا لو جالك شغلين او انت عاوز تعمل حاجة، ما تنطش على طول على الكمبيوتر ان انت تبدا تصمم مع البرنامج، لا، ادي نفسك شويه وقت، اخرج بره. مثلا هدي مثال بسيط جدا، لو انت جالك حد عاوز يعمل لوجو مثلا عن مش عارف عن ايه، عن المكان اللي احنا فيه ده مثلا، حد عنده يخت او عنده مثلا بيعمل دايفنج تمرين وحاجات من دي كلها، خد نفسك واطلع، لو انت عندك اللكجري او المكان ان انت تطلع تشوف حاجه زي كده، مثلا انا في مكان زي دوت وفي عندي عميل جالي عنده بيدي دروس دايفنج وسويمنج وحاجات من دي، فانا اخد نفسي واخد الكاميرا بتاعتي التليفون حتى او اي حاجه، واخد نوت بوك واطلع امشي بره في الانفايرمنت دي، اعمل تغذيه بصريه للمكان اللي انا فيه، ابدا ابص على البوت، على المراكب دي كلها، على الميه، على مش عارف ايه. لو انا ما عنديش الامكانيه ان انا اطلع في مكان زي دوت، او ما عنديش حاجه متاحه حواليا في المكان ده، ادخل على الانترنت دور على صور فيها نفس الحاجات دي كلها، وابدا اعمل تغذيه بصريه لعينك. فدي كانت طريقه من الطرق، ايذر واي، يعني اذا كانت من هنا في المكان اللي انت عايش فيه، او تطلع على الانترنت وتدور على حاجات على الانترنت وبتبدا ان انت تعملها. ولكن خلي في بالك، ذكرت الموضوع ده قبل كده كتير، اما تيجي تعمل تغذيه بصريه، هتعمل مثلا شغل او لوجو لحد معين او كلام من ده، حاول ان انت ما تسرقش شغل الناس، يعني بمعنى ايه؟ ما تروحش مثلا على البيهانس او اي موقع، او خش على جوجل مثلا تكتب اي حاجه واي عنوان بيزنس وتشوف اللوجو تقوم جاي عامل ايدنتيكال، يعني تاخد نفس اللوجو وتعمله بالظبط، ده ما اسموش جرافيك ديزاين، وما ينفعش تسمي نفسك كمصمم جرافيك، لان انت دلوقتي ستيلينج، يعني بتسرق افكار الناس. دايما خلي عندك افكارك انت الخاصه، مش عيب ان انا اخش على اي موقع او اي مكان او اتحرك واشوف الشغل واشوف الحاجات just to get inspiration، like يعني بس تاخد ان انت فكره او تدي نفسك تغذيه بصريه، بس ما تطبقش او ما تاخدش نفس الفكره دي تعملها مثلا ايدنتيكال، يعني بالظبط ما تعملش الموضوع دوت، لان الموضوع دوت مش كويس حتى ليك انت كمصمم لو عايز تبقى محترف او كده. الحاجه المهمه جدا في موضوع الافكار دوت، الفكره بتيجي منين؟ ان انت لو انت فعلا بتحب
المجال اللي انت شغال فيه، مثلا المجال اللي احنا فيه مجال جرافيك ديزاين، لو انت بتحبه وحياتك كلها في الجرافيك ديزاين، الافكار هتجي لك كده بكل سهوله. ليه؟ لان انت كل تفكيرك وكل حياتك عايشه بتفكر في المجال دوت، وبتشاهد حاجات خاصه بالمجال دوت، وبتتابع حاجات خاصه بالمجال ده. انا في بدايتي مثلا انا كنت باكل شارب نايم قايم نايم في الجرافيك ديزاين، كل حاجه اعملها كان لها علاقه بالجرافيك ديزاين. اطلع بره اخد صور وحاجات وابدا افكر ايه ممكن اعمله بدوت، ايه ممكن اعمل مثلا المصور اللي خدتها دي. فما تقلقش جدا من موضوع الافكار دي لو انت لسه مبتدئ، او حتى انت حد اتعلم البرامج كلها ومفيش افكار. حاول ان انت تحط نفسك جوه الموضوع دوت، ركز في المجال ده كتير جدا، وابدا ان انت تشوف الدنيا بنظره تانية. يعني خلي عينك ما تشوفش الحاجه بالنظره المعتاده بتاعتك كل حاجه. فايند بيربز فور ايفرثينج، يعني لاقي سبب لكل حاجه، تستخدم الحاجات دي في ايه او كذا او كذا او كذا. واخرج كتير وتحرك كتير وشوف حاجات كتير وشوف الوان كتير. كل الكلام ده بيأهلك او بيعودك ان انت تبدا ان انت تجيب افكار بكل سهوله جدا. ومع الوقت والاستمرار، دي من الحاجات المهمه جدا في الموضوع برضو، انك تستمر، لان الاستمرار بيخلي كل حاجه معاك تيجي بسهوله بعد كده. بمعنى ان انا لو انا هتخصص مثلا في موضوع لوجو اكلم من ده، صمم لوجوز ايفري داي. لو انت كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، مع الوقت هتلاقي دماغك او المخ عندنا بيبدا ان هو يتعامل مع الموضوع بكل سهوله. شفت اسم حاجه مثلا حاجه جديده او كده، انا ممكن اعمل لوجو للموضوع ده، ابدا اعمل لوجوهات مثلا لحاجات مش موجوده او حاجات موجوده، اعمل اللوجوهات دي مره تانية، وهكذا. ما تيأس وما تبقاش دايما حاطط نفسك في صندوق مقفول. يعني الايدياز او الافكار ما فيش لها نهايه ابدا، كله بينتهي عندك انت وقدرتك على الاستيعاب للحاجات اللي حواليك. فدي كانت اجابه السؤال بكل بساطه. ما عنديش ماجيك او ما عنديش طريقه ان انا اعلمك ازاي تعمل افكار، لان ده لازم يجي منك انت. انا ممكن اعلمك ازاي تتعامل مع برنامج، ازاي تعمل حاجه معينه، ولكن افكار لازم تيجي منك انت كشخص كتفكير. فما فيش حد في الدنيا في العالم كله يقدر يعلمك ابداع او يعلمك الكرياتيفيتي، لازم تيجي منك انت من شخصيتك. فده يجي ازاي؟ زي ما قلنا، بالممارسه وبعمل كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. اتمنى كان في اجابه النهارده مفيده ليكم. شكرا على المتابعه، كان معاكم جمال سالم، عيشها تفاؤل، واشوفكم الحلقه الجايه في امان الله.